50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. من زين الليل يبان صباح وندق على شباك الجار ونزين حرجه بالياسمين. عسلام، اسمي حمدي بالحاج، عمري 19 سنة، جورناليست سيتويان في كلوب مكتاريس نيوز في دار شباب مكتر. 7 سنين تالي كي حبيت نعبي وقتي ونعمل حاجة نفيد بها المجتمع ونعم فيها جو، لقيت قدامي كان صحافة المواطنة، ومن غادي تغرمت بتوسكي اوديو فيزيويل، وبشوي بشوي ولت الصحافة جزء كبير من حياتي. في فازتنا اليوم باش نمشوا مع جروب متاع ديرون دوني لجبال الكيف، ومن بعد باش نتعدوا البطحة متاع فوت في عين بلد في المتلين، ما بين وعود انها تكون تيران متاع فوت وما بين حقيقة اخرى، ومن بعد باش نمشوا الجيبس مع الناس الاخرى ونتعرفوا على حسام وغرمه بالبوكس. شباب اختاروا انو الروندو يكون جوهم، هزوا الماتريال شيخين عاملين كيف طلعين جبل الكيف. نحنا جروب تاع اصحاب، كنا اصحاب يعني، فما فينا اخويت واصحاب الكل، قررنا نبدلوا الجو متاع المدينة ونخرجوا من الروتين متاع القهاوي فازت هذوكم، ولينا اخترنا بلاصة في الطبيعة نلموا الفلوس ونختاروا البلاصة وين بالضبط وقتاش الوقت وقديش من نومبر باش نعرفوا الماكلة والكل. بعديك يبدا الجو غادي، نركبوا لي طون، تشعلوا النار، نطيبوا، نقعدوا نحكوا، نغنوا، نعملوا شوتينغ. يبدا الشيء هذا شباب هذم يحبوا يوصلوا للعالم اللي كيف مش زون روج كيما قالوا عليها. ونقرت سماي بحكايات يدوب فيها حدود الناس وبلايس ما شافت عمرين. ملعب عين بلد موجود في قلب مدينة المتلين ويحل على برشا حوم، يتلموا فيه الصغار والكبار باش يلعبوا فيه الكورة. مع العلم البلاصة الوحيدة العمومية المأمنة من السيارات اللي يلجؤوا لها ولاد الحومة اللي ما عندهمش فلوس باش يشاركوا في جمعيات خاصة. لهنايا صغار طلع برش في الحالة كيفاش وليت التيران، يجيو باش يعملوا استاسيون هذيا، قالوا لنا باش نعملوه لكم تابي، كذبوا علينا. معناها ترضى نقعد في قهوة ما نكورش، وينهم العشرة مليل اللي استعملوا بهم التيران؟ وين التابي وين الدنيا؟ اول مره تشاركنا بس عملنا القويل، كي حضرنا القويل جدنا تشاركنا عملنا التراب وقديناه وكل شيء، كل شيء وحدنا عملناه في سد التيران، اغزل الحجر كيفيه ينجم يعاود يتعمل ان شاء الله. احنا العباد نتشاركوا نلموا في الفلوس نرجلوا في التيران وديما يفزدوا هنا ديما يفزدوا، لعاد صغار تكور لعاد فما حتى شيء. نجوم الكاف وشط الغار وقمرة تضوي من الشرتين، وكيف الغايب على المدار ساكن دي مقلوب الناس يناموا بالو في الخير. حسام الدب 16 عام من جاب، نعمل كيك بوكسينج وموي تاي تحديدا معناتها، بس عندي مدة معناتها نعمل في البوكس. عمي نهار جي هزني معناتها هيك قال لي نمشي لبلاصة معناتها هزني معاه، هزني للصال نتاع البوكس هذا قال لي ادخل ترن، ودخلت ترنيت وسافا معناتها، خشيت السيونس الأولى السيونس الثانية الثالثة عجبتني كبشت، جربت برشا رياضات أخرين ما 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 مشيتش معايا معناتها كيما يقولوا فيها، لقيت روحي نرتاح كان في البوكس أكثر. نجي للصالة معناتها نخدم شوية تابير ولون، نخدم شوية باو شوية، ساعات فيزيك ساعات تكنيك في الصالة تاع الكارديو، ساعات لوطة في الصالة تاع الحديد. نحب نشكر الكوتش صبر الزيدي على اللي عمله معنا الكل، والله إن شاء الله نولي شامبيون كبير بعد 5 سنين كاك 6 سنين أخرين. موجود شوية صعوبات أما الحمد لله مدام عزة سي هشام معناتها مش مقصرين معانا أصلا، باش نديبلاسي لبرا معناتها تلقى برشا صعوبات معناتها مادية، ما تلقاش شكون يعاون، تبدا مثلا نقولوا إحنا أعمل حاجة كبيرة باش يعاونوك ديجا ما يشوفوش معناتها ما يتلفتوش الجهات معناتها اللي زينا.